السلامة، مرحبا بيكم. معكم الشيف هنداتي مدينة بنزرت. الوصفة متاع اليوم محمص مفورة بالخضرة. احنا في العادة كي نطيبوا المحمص المفورة بالخضرة، الخضرة نطيبوها في الصلصة. اليوم الخضرة انا باش نفورها مع المحمص. هذوما المكونات اللي حضرتهم باش طيبيهم المحمص. حضرت شوية لحم بقري، هذايا لحم فوفيليه، وقصيته تلفات صغار. اللحم نقصوها كي تلفات صغار. المحمص هذيا نجمو نطيبوها بالدجاج، ناخذو صدر الدجاج. وهذيا المحمص اللي باش نطيب، هذيا محمص ديالي مسلوكة. وهذيا الخضرة اللي حضرتها، حضرت شوية جلبانة، قطع خرشف، كعيبة قارص باش نحطها في وسط الخرشف وقت اللي نقشرو ونقصو. حضرت شوية بصل، هذيا البصل الشتوي، بصل الأخضر، قطع معدنوس، قطع سلق، عنا حمص منفق، حمص منفق طيبته نص طيب، إذا كان الحمص ما نطيبوهش راهو ما يتبلناش، على خاطر الوصفة هذيا ساهلة في ساعة ما تحضر. وهذيا التفاح اللي حضرته، حضرت شوية قشور برقدين، نعناع شايح ومحتحت، ملح، كركم، فلفل أكحل، تابل، راس ثوم باش نقشروه ونهرسو، باش نحط شوية هريسة، شوية طماطم معجونة وزيت زيتونة. والمحمص المفورة اللي باش نحضرها مي بننها راهو كان النعناع الشايح المحتحت وقشور البرقدين والثوم، هما اللي باش يبنوها ويزيدوها بن على بنة. توا باش نقشر قطعة الخرشف، نفصص الجلبانة، نقصك الخضرة، وبعد نرجع لكم ونطيبوا المحمص مع بعضنا. الخضرة قصيتها، هذايا الخرشف، الخرشف قشرته وقصيته هكايا، نقصوه طريفات صغار الخرشف ونفركوه بالقارص. هذايا السلق، هذايا المعدنوس، هذايا البصل، البصل حتى من الوراق الخضر نقصوهم راهم يبنوا برشا. هذايا الجلبانة، هذايا الثوم هرسته. وتوا باش نبدا نحضر الفطور، ناخذ الطريفات متاع اللحم باش نفوحهم، نحط شوية ملح، شوية تابل، شوية كركم، شوية فلفل أكحل، شوية قشور برقدين، نحط مغرفة متاع ماكلة نعناع شايح ومحتحت، نحط الثوم، نحط شوية هريسة، نحط مغرفة طماطم، ما نحطوش برشا طماطم، مغرفة مش مليانة. نصب شوية ماء باش نحل أكل هريسة مع كل لفاه. هاك اللفاح راني حليتو، نخلط هاك الطريفات متاع اللحم، هاني كملت فوحتهم. توا باش نحط المحمص، باش نحط شويه كركم فوق هاك المحمص هكايا، ونصب عليها شويه زيت، الزيت نحطو مقدار متاع 8 مغارف زيت، نخلط المحمص بعد ما خلطها في الزيت. توا نخلطها في وسط اللحم اللي فوحته، وبعد ما خلطها المحمص في وسط اللحم اللي فوحته، نحط السلق، نحط جلبانة، نحط الخرشف، نحط المعدنوس والبصل، نحط الحمص، نخلط الخضرة في وسط المحمص وكل الحم اللي فوحته، الخضرة هاني كملت خلطتها. توا باش نحطها في وسط الكسكيس، هاني حطيت المقفول على النار، حطيت في وسطه الماء،
المحمص اللي حطيت لها الخضرة باش نحطها في وسط الكسكيس، ووقت اللي يغلي الماء باش نحطها تفور. نشاطروه الكسكيس، ووقت اللي يبدأ يفور نكمل نحط بقيتك المحمص. الماء غلي وتوا باش نحط المحمص تفور. المحمص بدات تفور، توا باش نكمل نحط بقية المحمص. المحمص هاني كملت حطيتها في وسط الكسكيس، توا باش نخليها تفور 20 دقيقة، والتفويرة الأولى يلزمنا نغطيوها. المحمص تفور عندها 20 دقيقة، توا باش نبردها شوية، نفرغها في الشقالة. نخلطها هكايا، نبردوها شوية، وبعد باش نرجعها تزيد تفور التفويرة الثانية. المحمص بعد ما بردتها تو باش نرجعها تزيد تفور التفويرة الثانية، بردتها 5 دقايق. المحمص هاني كملت حطيتها في وسط الكسكيس، توا باش نخليها تزيد تفور التفويرة الثانية 20 دقيقة، وفي التفويرة الثانية ما نغطيوهاش، نخليوه الكسكيس عالية بلاش يقطع. المحمص تفور التفويرة الثانية عندها 20 دقيقة، وهاني توا باش نطفي عليها. وهذه المحمصة اللي طيبتها، شوفوا كيفاش جات كعبة كعبة، راني ذقتها راهي جات بنينة بنينة برشا، ما تصوروش البنة اللي في المحمصة هذية بك اللفاح اللي حطيته في وسطها. والمحمصة هذية وصفة سهلة في ساعة ما تحضر، غنية بالفيتامينات وغنية بالبروتينات، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وبالسلامة وشهية طيبة.